اختتمت جامعة الملك فيصل مشاركتها في فعاليات المعرض السعودي الزراعي الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض بعنوان كن جزءاً من الحدث الزراعي الأضخم على مستوى المملكة، بمشاركة أكثر من 350 شركة محلية وعالمية تمثل 29 دولة. وكان نائب وزير البيئة والمياه والزراعة معالي المهندس منصور بن هلال المشيطي قد افتتح المعرض في دورته 36، وذلك بالتزامن مع إقامة المعرض السعودي للأغذية الزراعية والمعرض السعودي لتغليف الغذاء. وقد شاركت عدة جهات من الجامعة في جناح جامعة الملك فيصل بالمعرض، وذلك بتوجيه من معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، ومتابعة من سعادة وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع رئيس اللجنة الرئيسية لتنظيم المشاركة الدكتور عبد الرحمن بن سلطان العنقري في إثراء جناح الجامعة بالوسائل التعريفية الإعلامية والأجهزة التقنية الحديثة والمنتجات والمعروضات. وكان من بين الجهات المشاركة كلية العلوم الزراعية والأغذية ووحدة الآفات وأمراض النبات التابعة لها، وكذلك مركز التميز البحثي في النخيل والتمور من خلال عرض خاص لبراءات الاختراع ومنتجات المركز المتنوعة من النخيل والتمور، إلى جانب مشاركة محطة التدريب والأبحاث الزراعية والبيطرية من خلال عرض منتجاتها كالألبان والأجبان والعسل الطبيعي. كما شارك مركز الثروة السمكية بمشروعه الجديد إنتاج الروبيان، وساند هذه المشاركة بالتنظيم والتنسيق مع معهد البحوث والاستشارات والمركز الجامعي للاتصال والإعلام وإدارة المعامل المركزية. وقد حظي الجناح باهتمام الزوار والمختصين.